كان مع ماري اسباني متأثر بدينه وبأهله وبوطنه في وقته كان مشهور ولا حتى كان مغرور شغله أما تشوفه تلاقوه كان أرض نوفو كرس عمره للهندسة طول عمره كان مبدع كرس عمره للهندسة طول عمره كان مبدع فرانك لويد رايت أمريكي ويسكونسن كاتب وفيلسوف وفي صغره كان عادي تكنيكال انجينير اورجانيك في التعبير متأثر بالياباني وفي الفيكتوريا كان قدير وأعمال متنوعة وموجودة كتير وأعماله متنوعة وموجودة كتير ساجرادا ساجرادا فاميليا مع كونسب بايومتريك كيرفات وتماثيل معمول بحرفية مودرنستا نيوجوتيك والتكنيك كان شرقي متناسق مع بعضه وكان غاوي تفاصيل وتقفيله كان هايل وكان غاوي تفاصيل وتقفيله كان هايل أما لويد رايت أعماله كانت أكتر شغله مكعبات وخطوطه كانت أبسط حط مفهوم جديد اسمه يرسين هوم السقف كان واطي ومليان بالشلالات وبيستعمل الشمني وفي معظم أعماله وبيستعمل الشمني في معظم أعماله هاي يا جماعة